بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد المهيري، موظف في هيئة تنمية المجتمع. لوحة 56 هي تعبر عن شهداء مأرب في سنة 2015. اللوحة مكونة من 56 لون، وهو الأولى في تاريخ الفن أن يستخدم عدد ألوان في التعبير عن شيء معين، وهي أيضا مكونة من ألوان علم الإمارات. اللوحة تعبر طبعا عن الجندي الذي يحمي وطن الإمارات، وأيضا يزرع ويبني في الوطن العربي. وهناك رموز كثيرة طبعا في اللوحة، ولكن بشكل عام ألوان 56 هي التي تعبر عن 56 شهيد في حادثة مأرب.